بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جاية أوريكو علبة الحلويات بتاعة تابر وير الجديدة دي. كانت عندي في المتاح، اللي كانت نازلة في المتاح في الكتالوج قبل كده، بس نازل منها لون جديد حلو قوي. قلت لازم أوريها لكم عشان في ستات كتير متخيلة إن هي حجمها صغنن عن كده، فهي حجمها حلو جدا. أنا حاطة فيها كب كيك 5 15 30 تقريبا كب كيك، حاطة فيها من تحت اهي ومن فوق. اللي فوق عندي دول البنات هم المزوقينه ليهم حطاه. انا بوريكم حجمها عاليه اهي، قفلها بمنتهى السهوله جدا، فتحها بسهوله اهي. بستخدمها في حاجات كتير جدا، بحط فيها قالبين كيك بتاخدهم لو خارجه بره مثلا النادي او كده، بحط فيهم لو عندي سندوتشات بملاها كلها سندوتشات، بتبقى حلوه مناسبه حلوه جدا للولاد. بحط فيها كمان لو عندي بايتة مثلا مكرونة بشاميل، رواق باللحمة المفرومة، ميني بيتزا، لو بقسماط، اي حاجة. العلبة دي يعني بستخدمها في كل حاجة، حلويات وغير الحلويات، بجد مش بتفضى عندي ابدا، بستخدمها في حاجات كتير جدا. بجد اللون اللي نازل حلو قوي، هيعجبكم لو جبتوها، بجد هتعجبكم، هتستخدموها في حاجات كتير وهتبقى مميزة في بيتك، لان اللون اللي نازل فعلا مميز. حجمها زي ما انت شايفة اهو، وقفلتها حلوة وعالية. بستخدمها كمان في التورتة، انا عندي علبة التورتة المدورة، بس لو عندي مثلا التورتة مربعة او مستطيلة بقسم منها للولاد بياخدوا، والباقي بحطه هنا، بتبقى عالية وبتحافظ على الكيك وكل حاجة كأنك لسه جايباها النهاردة، لسه طازة. مهما قعدت عندي بتقعد ممكن بالعشر ايام، ولا تكرف ريحة ولا تكرف حاجة، ولا هي تغير طعم ولا لون ولا اي حاجة، تفضل زي ما هي كده بالاسبوع بالعشر ايام، زي ما هي كأنك لسه جايباها حالا. بجد مش هتندموا لو جبتوها. ميرسي اوليكو.